عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا اخوانا اخوات؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا فيه جميع الاسئله اللي كطرح في داله الوسيه النيبيريا واهم المعلومات المرتبطه بهذه الداله هذه. بلا ما نطول عليكم، ورقه وقلم وغنخدموا بتقنيات سؤال وجواب على بركه الله. على بركة الله، مجموعة التعريف. مجموعة التعريف: الدالة الوسية. بعد الدالة الوسية هي الدالة العكسية لدالة اللوغاريتم النيبيري. دالة الوسية النيبيريا هي الدالة العكسية لدالة اللوغاريتم النيبيري. وبالنسبة للدالة الوسية، غير باش نبسط لكم المفهوم، دالة اللوغاريتم النيبيري يعني كتحسب لنا فقط الصور ديال الأعداد اللي هي أعداد موجبة، ولكن الدالة الوسية النيبيري لا. الدالة الوسية النيبيري ما عندناش مشكل في العدد إكس يكون كيف ما بغى يكون هذا العدد، هذا سواء فيه فاصله ولا فيه زائد ولا فيه ناقص، سواء كان يعني موجب او كان سالبا او كان منعدما، يعني حتى الصفر الاكسبونسييل ديال الصفر راه كيتحسب. دونك اي عدد كيف ما كان الاكسبونسييل ديالو راه كاين. لذلك نقول ان مجموعه تعريف هذه الداله هذه هي المجموعه ار، مجموعه الاعداد الحقيقيه او المجال موالانفيني بلس لانفيني. يعني ان هذه الداله معرفه، الداله معرفه، الدالة التي تربط العدد x بالعدد ux معرفة على r، معرفة على r. كيفاش غادي نجاوبو؟ نعطيو مثال، نعطيو مثال كيفاش غادي نجاوبو. مثلا قال لي كاف x، مثلا قال لي كاف x كتساوي جوج اكسبونونسيال x زائد x ناقص واحد. فطلب منك تحديد مجموعة التعريف، طلب منك تحديد مجموعة التعريف. شنو غادي تكتب ليه؟ ركز معاه. غتقول ليه لدينا، وكدير بحال هكا اكس، وكتاخد هذه ديال اكسبونونسيال، غتقول ليه هذه معرفة، معرفة على اغ، وهذه كاملة اللي كتشط لك هنا دالة معرفة على اغ. هذه هي المنهجية ديال الجواب. غتقول لي اذا دي دو اف كتساوي اغ. صافي، عقل مزيان على هاد صيغة الجواب. نشوفوا مثال رقم جوج. دونك خمسة ناقص اكسبونونسيال اكس، غتقول لي لدينا الدالة التي تربط اكس بالعدد اكسبونونسيال اكس معرفة على اغ، وغتقول لي بلي ان هذه ثابته، ما عندناش فيها مشكل، ثابته معرفه على اغ. اذا غتقول لي دي دو اف كيساوي اغ. فوالا. المعلومة الثانية اللي خصك تعرفها، والسؤال الثاني كيكون احسب صور بعض الاعداد، احسب اف لي 2، اف لي 1، اف لي 3 وهكذا. يعني ان هاد الاكسبونونسيال هادي الا اعتبرنا هاد الاكسبونونسيال هادي، ركز معايا نشرح لك غير بطريقة اللي هي بسيطة جدا. اعتبرنا ان هاد الاكسبونونسيال هادي ها هي قلنا الاكسبونونسيال هي مرات الالين. دونك اعتبرنا هادي، دونك اي حاجه عطينا ليها كيبقى مسجل فوق من راسها، كيبقى مسجل فوق من راسها. يعني اي عدد عطينا ليها، مثلا عطينا ليها جوج، مثلا عطينا ليها جوج، شنو غتعطينا الا عطينا ليها جوج؟ ولا الا عطينا ليها ناقص 3، او الا عطينا ليها صفر، او الا عطينا ليها الين 3. دونك ركز معايا، ملي كنحسب اكسبونونسييل جوج راه كتبقى هكا، صافي كتبقى هكا ما كتغيرش، كتبقى او جوج. هنا اكسبونونسييل ناقص 3 كتبقى هكا، هنا اكسبونونسييل صفر الوحيد اللي كيتغير هو اكسبونونسييل صفر كيولي واحد، و اكسبونونسييل الين 3 ان الاكسبونونسييل ملي كيتلاقى مع الالين كيمشيو، الاكسبونونسيال ملي كيتلاقى مع الالين كيمشي، وكتبقى ليا 3. هذه قاعده.
اذا نشوفوا المثال الاول. دونك عطونا هذا المثال، هذا طلبوا منا نحسبوا اف لي 0 اف لي 1 اف لي لين 2. على بركه الله عمليه بسيطه، لدينا اف لي 0. اذا هنا شنو ياك شنو كنديروا كمرحله اولى؟ فقط كنزولوا اكس وكنحطوا بلاصتو داك العدد. شحال غتعطينا؟ غتعطينا 2 و اكسبونونسيال 0 قلنا كتساوي 1، اذا غتعطينا 2 ناقص 1 اللي هي 1. كذلك غنحسبوا اف لي 1 بشحال باش غادي نعوضوا اكس؟ اكس غادي نعوضوه بواحد. كذلك غادي نحسبوا اف لي الين 2 دونك هنا حنا كنعرفوا بلي ان ليكسبونونسيال ملي كيتلاقى مع لين كيبقى العدد. اذا غتعطيني 2 في 2 4 ناقص 1 غتعطينا 3. ندوز المثال الثاني. دونك نحسبوا اف لي 0 اف لي 1 اف لي لين 3. لدينا اف لي 0 بلاصه اكس كدير 0، حنا كنعرفوا ان اكسبونونسيال 0 هي 1، اذا غتعطينا 2. اف لي 1 هي 3 ناقص او اس 1 غتعطيني 3 ناقص او. هذا ما كنحسبوش، خليه غير هكا. اف لي الين 3 غتعطيني 3 ناقص اكسبونونسيال الين 3، اذا غتعطيني 3 ناقص 3 اللي هي 0. علاش استاذ هذه ولات 3؟ لان قلت لكم ملي كيتلاقى ليكسبونونسيال مع الالان ملي كيتلاقاو هاد الجوج كيمشيو. هادو شتي الكتبه ملي كيتلاقاو كيمشيو، كتبقى ليا 3 كتهبط 3، 3 ناقص 3 هي اش؟ هي 0. مثال رقم 3. دونك غنحسبوا اف لي 0 اف لي 1 اف لي لين 5 في هذا المثال. هذا لدينا اف لي 0 غنعوض هنا اكس بصفر و اكسبونونسيال 0 هي 1 زائد 0 اس 2 هي 0 ناقص 1. شحال تعطينا؟ تعطينا 0. هنا حساب كيبقى ديالكم نتوما. اف لي 1 غنعوض تاني هنا اكس بواحد، اذا او 1 زائد 1 اس 2 ناقص 1 غتعطينا او زائد 1 ناقص 1، هادو غادي يمشي وغتبقى ليا او. اف لي الين 5 غتعطيني او ديال الين 5 زائد الين 5 اس 2 ناقص 1 غتعطيني او ديال الين، تلاقى تاني الاو مع الالين اذا غادي يمشيو تبقى 5. نجيب وحده هذا، علاش جبنا هذا؟ باش يتحسبوا بجوج. 5 ناقص 1 هي 4. واش استاذ غادي نحسبوا هذا الشيء؟ هذا لا، غير خليه كما هكا. اذا هذه هي الطريقه باش كنحسبوا صور بعض الاعداد. وندوزو دابا للنهايات. دونك باش نعقلوا على هاد النهايات هادو العلاقات ديالهم، قلنا بلي ان مجموعات التعريف ان ليكسبونونسيال كتاكل جميع الاعداد، كتقبل جميع الاعداد موجب بموجبها وسالبها. دونك هنا شنو غادي نعطيو؟ غادي نعطيوها البلوس لانفيني ولا موال لانفيني؟ بلوس لانفيني ونعطيوها موال لانفيني، شوفوا شنو غتعطينا. دونك غادي نرسمو تاني داك او داك ديك مرات ليكسبونونسيال كذا باش تبقاو تعقلوا على هاد العجب هذا. الى عطيناها بلوس لانفيني شنو غتعطينا؟ وإلا عطيناها موال لانفيني شنو غتعطينا؟ إلا عطيناها بلوس لانفيني، واخا هاد الكتابة راه ما كنديروهاش، هادي غتعطينا بلوس لانفيني. وإلا عطيناها موال لانفيني، هادي غتعطينا صفر. عقلوا على هاد الكتابات مزيان، هاد الرسوم هادو عقلوا عليهم مزيان. يعني لا لينيت
لا ليميت، هادو القواعد. في بلوس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس كتعطيناش، كتعطينا بلوس لانفيني لا ليميت في موان لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس كتعطينا صفر. وهادو عقلوا عليهم لانهم قواعد. غنضيفوا لهم قاعدتين، ليميت في بلوس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس على اكس كتساوي بلوس لانفيني، ولا ليميت موان لانفيني ديال اكس اكسبونونسيال اكس هادي كتساوي صفر. دونك هادو عقلوا عليهم لانهم كيكونوا في بعض الامتحانات ديال بعض الجهات. ناخذ مثال اول. دونك المثال الاول اللي عندنا اف اكس كتساوي اكسبونونسيال اكس زائد اكس ناقص 2، طلبوا منا نحسبوا الليميت في موال لانفينو في بلوس لانفيني ديال هذه الداله هذه. دونك الليميت في موال لانفيني قلنا الطريقه هي اننا كنحطوا بعدا شنو بغينا نحسبوا، كتساوي الليميت في موال لانفيني كنعوضوا اف اكس بالتعبير اللي عطوني، ثم كناخذ الوسخ ديالنا وكنشوفوا شنو غتعطينا هذه النهايه هذه. دونك اكسبونونسيال اكس زائد اكس ناقص 2. دونك هنا الطريقه في الاكسبونونسيال سهله، واخا هذا الشيء هذا ما صحيحش في المفهوم الرياضياتي، ولكن راه كنديروا غير باش نوصلوا للنتيجه. دونك هذا اكس، هذا اكس هذا راه ماشي في الاصل كنعوضوه، وانما غير باش نبسط لكم المعلومه فقط. هاد اكس هذا كنعوضوه بهذا الشيء اللي كاين هنا، عوضوا انت بهذا الشيء اللي كاين هنا. دونك موال لانفيني زائد هاد اكس غنعوضوه بموال لانفيني ناقص 2، يعني فيما كان اكس عوضو بداك الشيء اللي عندك وحسب عادي. حنا كنعرفوا ان الاو ديال موال لانفيني شحال، صفر زائد مع ناقص ناقص ما لا نهايه ناقص 2. والارقام اللي كيكونوا مع ما لا نهايه كتبقى ليا موال لانفيني. اذا النتيجه هنا شحال؟ ناقص ما لا نهايه، ناقص ما لا نهايه. شنو غندير في التعليل؟ غادي نقول ليه لان ليميت موال لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس هادي عطاتنا صفر قاعده، و ليميت موال لانفيني ديال اكس كتساوي موال لانفيني هادي حتى هي قاعده. اذا التحليل كنديرو فيه القواعد. نجيو دابا لبلوس لانفيني، ليميت في بلوس لانفيني دونك تعطينا ليميت بلوس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس زائد اكس ناقص 2، نشوفوا شحال تعطينا ونجيستيفيو لا ريبونس. دونك اكسبونونسيال اكس بشحال باش غنعوضو اكس؟ اكس غنعوضوه ببلوس لانفيني، عمليه بسيطه جدا. اكس غنعوضوه ببلوس لانفيني زائد تاني هاد اكس غنعوضوه ببلوس لانفيني ناقص 2. شنو غتعطينا؟ غتعطينا الاو ديال بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني زائد مع زائد زائد ناقص 2. وحنا كنعرفوا ان بلوس لانفيني بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، وبلوس لانفيني ناقص او زائد عدد كتبقى هي بلوس لانفيني. اذا غتعطينا زائد ما لا نهايه. التحليل غنقول ليه لان كار ليميت ديال اكسبونونسيال اكس في بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، والليميت في بلوس لانفيني ديال اكس هي بلوس لانفيني. وندوزو للمثال رقم 2. دونك المثال رقم 2 اف اكس كتساوي 3 ناقص اكسبونونسيال اكس، طلبوا منا نحسبوا الليميت في بلوس وفي موال لانفيني. لدينا
كتحط الليميت ديالك عادي، دونك الليميت كذلك في موال انفيني. ونجيب الوساخ نحسبوهم، دونك 3 ناقص اكسبونونسيال اكس، اذا 3 ناقص اكس غادي نعوضوه باش ببلوس لانفيني في الاولى، شنو غيعطيني؟ غيعطيني 3، والاو ديال بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني كنديرها بين قوسين لان كاينه اشاره هنا، ناقص مع زائد ناقص، وحنا كنعرفوا ان الموال انفيني ملي كتلاقى مع عدد كتبقى هي موال انفيني، اذا غتعطيني موال انفيني كنتيجه نهائيه، ولكن في التحليل راه ما كنديرش موال انفيني، التحليل راه شنو غندير فيه؟ التحليل كندير فيه القاعده الاصليه، حنا كنعرفوا ان الاكسبونونسيال في بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، نجيو دابا لهادي شنو غندير بلاصه اكس، بلاصه اكس غندير موال لانفيني، وحنا كنعرفوا ان الاو ديال موال لانفيني هي صفر، اذا 3 ناقص صفر غتعطينا 3 تساوي، هنا كدير النتيجه فقط لان فوالا، دونك هذا هو التحليل. وندوز المثال رقم 3، دونك المثال رقم 3 اف ليكس كتساوي 2 اكسبونونسيال اكس زائد اكس اس 2 ناقص 3، غادي نحسبوا الليميت في بلس لانفيني والليميت في موال لانفيني بحال بحال، دونك جوج او نديرو اف ليكس كتساوي الليميت موال لانفيني ديال جوج اكسبونونسيال اكس زائد اكس اس 2 ناقص 3، وغادي نمشيو ناخذ الوساخ ونحسبو، اذا غتعطينا 2 اكسبونونسيال اكس زائد اكس اس 2 ناقص 3، وقلنا غادي نعوضو الاكس الاكس بهاد موال لانفيني، اذا شنو غتعطيني؟ غتعطيني جوج موال لانفيني زائد اش موال لانفيني اس 2 ناقص 3، دونك هنا شنو درنا؟ فقط عوضنا الاكس موال لانفيني، ثم غادي نحسب عادي، حنا كنعرفو بلي ان الاكسبونونسيال ديال موال لانفيني صفر ناقص اس 2 كتعطيني زائد لانفيني ناقص 3 هنا غتعطيني صفر زائد في زائد زائد، اذا غتعطيني بلوس لانفيني. التحليل لا ليميت ديال في موال لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس عطاتنا صفر، والليميت في موال لانفيني ديال اكس اس 2 هادي عطاتنا زائد ما لا نهايه، علاش؟ لان كاينه اس 2. ندوزو المثال، ندوزو الليميت في بلوس لانفيني، دونك الليميت في بلوس لانفيني ديال اف ليكس كتعطيني ليميت بلوس لانفيني ديال جوج اكسبونونسيال اكس زائد اكس اس 2 ناقص 3، هادي غتعطينا بلوس لانفيني، علاش استاذ بلوس لانفيني؟ لان غتعطيك جوج اكسبونونسيال ديال بلوس لانفيني زائد بلوس لانفيني اس 2 ناقص 3، هنا كنعرفو بلي ان غتعطينا جوج وهادي هي بلوس لانفيني، بلوس لانفيني اس 2 كتبقى بلوس، اذا غتعطيني هنا زائد ما لا نهايه، زائد ما لا نهايه ناقص 3 في المجموع غتعطينا بلوس لانفيني، لان ليميت بلوس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس عطاتني بلوس لانفيني، والليميت بلوس لانفيني ديال اكس اس 2 عطاتنا بلوس لانفيني. وندوز للمثال رقم 4، دونك المثال رقم 4 عندنا اف ليكس كتساوي 2 زائد اكس اكسبونونسيال اكس، نحسبوها عادي حساب مباشر، غتعطيني ليميت
نبداو ديما في موال انفيني ديال اف ليكس كتساوي ليميت موال انفيني نعوضو اف ليكس بالتعبير ديالها جوج زائد اكس اكسبونونسيال اكس هادي غتساوي جوج وغنقول لكم علاش لان في القاعده عندنا ليميت موال انفيني ديال اكس اكسبونونسيال اكس هادي قاعده اللي غنكتب دابا كتساوي صفر صافي هادي كتساوي صفر عقلوا عليها مزيان عقلوا عليها مزيان ليميت بلس لانفيني ديال اف ليكس كتساوي ليميت بلس لانفيني ديال جوج زائد اكس اكسبونونسيال اكس هذا غيعطيني بلس لانفيني لان هذه قاعده ضيفوها للقواعد اللي عندكم ديال اكس اكسبونونسيال اكس هذه كتساوي زائد ما لا نهايه وهذا هو المثال رقم 4 المثال الاخير وندوزو دابا الاشتقاق دابا غادي نشوفو الاشتقاق مثال رقم 1 اف ليكس كتساوي اكسبونونسيال اكس زائد 1 اكسبونونسيال اكس زائد 1 لدينا اف بريم ليكس اعتذر اف بريم ليكس تساوي اكسبونونسيال اكس زائد 1 بريم اذا غتساوي المشتقة ديال اكسبونونسيال اكس زائد المشتقة ديال 1 نحن نعلم جيدا ان المشتقة ديال اكسبونونسيال هي نفسها والمشتقة ديال 1 ثابتة ملي كتكون بوحدها هي صفر اذا كتعطينا اكسبونونسيال اكس اذا في الحالة ديالنا اف بريم ليكس كتساوي اكسبونونسيال اكسبونونسيال اكس ندوزو للمثال رقم جوج المثال رقم جوج اف اكس كتساوي 2 اكسبونونسيال اكس ناقص 5 اذا او لدينا اف بريم ليكس نكتبو الدالة ديالنا ونديرو لها مشتقة كتساوي غادي نفرقو عليهم المشتقة المشتقة ديال عدد ملي كيكون مضروبة في الاكسبونونسيال ولا في العلم راه العدد هنا ما كيتأطرش بالاشتقاق اذا جوج غتبقى والمشتقة ديال اكسبونونسيال هي نفسها العدد ملي كيكون بوحدو المشتقة ديالو كتعطينا صفر اذا غتعطينا جوج اكسبونونسيال اكس اذا اف بريم ليكس كتساوي جوج اكسبونونسيال اكس جوج اكسبونونسيال اكس المثال 3 اف ليكس كتساوي 4 ناقص اكسبونونسيال اكس لدينا اف بريم ليكس كتساوي 4 ناقص اكسبونونسيال اكس بريم غتساوي 4 بريم ناقص اكسبونونسيال اكس بريم المشتقة ديال الثابتة ملي كتكون بوحدها صفر ناقص المشتقة ديال الاكسبونونسيال هو نفسه اذا غتبقى ناقص اكسبونونسيال اكس اذا اف بريم ليكس كتساوي ناقص اكسبونونسيال اكس المثال الرابع اف ليكس كيساوي اكسبونونسيال اكس زائد 5 اكس ناقص 3 لدينا اف بريم ليكس كتساوي اكسبونونسيال اكس زائد 5 اكس ناقص 3 ودير ليها مشتقة ثم فرق عليهم كل واحد ياخذ البريم ديالو الاشارات بلا ما تبدلهم المشتقة ديال اكسبونونسيال هي نفسها
العدد ملي كيكون حدا اكس ولا حدا اكسبونونسييل ولا حدا لين ما كنديروش ليه مشتقه، دونك غيعطيني 5 والمشتقه ديال اكس هي 1. المشتقه ديال العدد ملي كيكون بوحدو صفر، اذا غتعطيني اكسبونونسييل اكس زائد 5 في 1 اللي هي 5. اذا اف بريم لي اكس اكسبونونسييل اكس زائد 5. المثال رقم 5 دابا، دونك المثال الخامس في الاكس كتساوي 3 اكسبونونسييل اكس ناقص اكس زائد 1. لدينا اف بريم ليكس نفس العمليه، كنكتبو هادي وكندير ليها بريم، ثم كل واحد كياخذ البريم ديالو مع عدم تغيير الاشارات، ثم كنطبقوا القواعد. العدد 3 مضروب في الاكسبونونسييل اذا ما غاديش يمشي، غتبقى 3. المشتقه ديال الاكسبونونسييل هي نفسها ناقص المشتقه ديال اكس هي 1 والمشتقه ديال العدد ملي كيكون بوحدو صفر، اذا غتعطيني 3 اكسبونونسييل اكس ناقص 1. اذا اف بريم لي اكس عطاتني 3 اكسبونونسييل اكس ناقص 1. وندوز للمثال رقم 6. المثال رقم 6 اف اكس كتساوي اكسبونونسييل اكس زائد اكس 3 ناقص 5. عمليه نفس العمليه، لدينا اف بريم ليكس زائد اكسوس 3 ناقص 5 بريم، كل واحد غادي ياخذ البريم ديالو في البدايه، زائد اكسوس 3 بريم ناقص 5 بريم. ثم نطبقوا العلاقات العمليات، الاكسبونونسي المشتقه ديالو هي نفسه المشتقة، عقل مزيان، المشتقة ديال اكسوس 3 هي 3 اكسوس 2 راه شرحناها في الآلين، ناقص المشتقة ديال 5 هي 0. إذا غتبقى ليا اكسبونونسييل اكس زائد 3 اكسوس 2. إذا في الحالة ديالنا اف بريم ليكس كتساوي اش؟ اكسبونونسييل اكس زائد 3 اكسوس 2. وندوز للمثال رقم 7 والاخير، اف اكس كتساوي جوج زائد اكس اكسبونونسييل اكس. لدينا اف بريم ليكس كتساوي جوج زائد اكسبونونسييل اكس بريم، ثم غنفرقوا عليهم المشتقه، جوج بريم زائد اكس اكسبونونسييل اكس بريم. المشتقه ديال العدد هي صفر، وهنا عندي الضرب، ملي كيكون عندي الضرب ما بين اكس واكسبونونسييل ولا ما بين اكس ولين ولا ما بين شي جوج بحال هكا، كنديرو اش؟ كنديرو لهذا بريم اكسبونونسييل اكس، ثم كنخلي هذا وكندير مضروب وكندير لهذا بريم، دونك هنا صفر ما كنحسبوهاش. المشتقة ديال اكس هي 1 في اكسبونونسييل اكس زائد اكس، المشتقة ديال اكسبونونسييل اكس هي نفسها، اذا غتعطيني اكسبونونسييل اكس زائد اكس اكسبونونسييل اكس، وهذه هي المشتقة ديالها. الا بغيتي تعمل بالاكسبونونسييل عمل بها، غتعطيك اكسبونونسييل اكس عامل اكس زائد 1، بغيتي تخليها خليها. اذا اف بريم ليكس كتساوي اكسبونونسييل اكس عامل اكس زائد 1. ندوزو دابا لجدول التغيرات. المثال الاول اللي عندنا، عندنا اف بريم ليكس كتساوي اكسبونسييل اكس زائد 2، يعني كانت عندنا اف درنا ليها مشتقه، لان هذا السؤال ديال التغيرات هو السؤال اللي كيتبع وحسب اف بريم ليكس. حسبنا اف بريم ليكس، بغينا دابا نستنتجو واش الداله تزايديه ولا تناقصيه ونمثلو هادشي هذا على هاد الجدول. اذا عندي المشتقه حسبناها لقينا فيها اكسبونونسييل اكس زائد 2، كيفاش غادي نبين دابا ان الداله تزايديه على اف؟ لدينا
حنا كنعرفوا بلي ان اكسبونونسييل اكس راه موجب قطعا. اذن الى زدنا عليه جوج غنزيدو جوج هنا، يعني صفر زائد جوج هي جوج. دونك الى زدنا جوج هنا وجوج هنا دونك غتعطينا هاد الشيء هذا. اذن شنو كيعني هذا؟ كيعني ان اف بريم ليكس كبر من جوج، يعني موجبه قطعا، يعني موجبه اف بريم ليكس موجبه قطعا. ومن اف داله تزايديه قطعا على اخ. كيفاش نمثلوها في الجدول؟ عمليه بسيطه جدا، كترسم الجدول وكدير هنا اكس وهنا اف ولا اف ليكس. هنا ما كنديروش صفر بحال لالين، وانما كنديرو موال لانفيني بلس لانفيني، ثم كدير سهم من الاسفل نحو الاعلى. وهنا كدير لي ليميت اللي كنتي حسبتي ديجا، سينو الا ما درتيهم راه على اشكال. ونشوفوا المثال رقم جوج. المثال رقم جوج كانت عندنا دالة، حسبنا المشتقة ديالها لقينا فيها اف بريم ليكس كتساوي جوج اكس ثلاثة اكس اي عدد، مهم عدد اكس، عدد اكسبونونسييل اكس. ولكن رد البال، الا كان هذا موجب غتكون دالة تزايدية، الا كان ناقصة تكون تناقصية. غادي نديرو في المثال رقم ثلاثة. لدينا حنا كنعرفو بلي ان اكسبونونسييل اكس هذا راه اكبر قطعا من الصفر. اذا ملي هذا غادي نضربوه في جوج، حتى هنا غنضربوه في جوج، اثنان في صفر صفر. شنو غنستنتج من هنا؟ اذن هذه هي اف بريم ليكس، او هذا هو التعبير ديالها. ملي كتكون اف بريم موجبه ومين اف تزايديه قطعا على دونك اف ستريكتومون كروسونت سوغ اف. الجدول نفس الجدول اللي درنا قبيلات، فوالا. دونك هنا كتكون تزايديه، وهنا لي ليميت على حساب الداله اللي كانت عندنا. شنو غيكونوا لي ليميت؟ المهم النهايه اللي حسبتي في موال لانفيني حطها هنا، والنتيجه اللي خرجت لك في بلوس لانفيني حطها هنا. وندوزو للمثال رقم ثلاثة. المثال رقم ثلاثة اف بريم ليكس حسبنا المشتقة لقينا فيها ناقص ثلاثة اكسبونونسييل اكس. غير باش الناس اللي غيسولوا علاش استاذ درنا ديك الناقص ثلاثة ودرنا كذا، يعني كانت عندنا الدالة، كانت عندنا هذا جاوبنا عليه. مثلا كانت عندي الدالة بحال هكا اف ليكس كتساوي 4 مثلا ناقص ثلاثة اكسبونونسييل اكس بحال هكا، ودرنا ملي درنا ليها المشتقة، درنا المشتقة ديال هادي ولقينا بلي ان المشتقة ديال فرقنا عليهم المشتقات، المشتقة ديال 4 هي صفر، هنا قلنا العدد كيبقى، المشتقة ديال الاكسبونونسييل نفسها وعطاتني هادي. انا دابا كنناقش من بعد ما حسبتي اف بريم، لقينا اف بريم قالك السؤال استنتج ان الدالة تناقصية، اولا قالك التغيرات، اولا قالك الجدول مباشرة. لدينا حنا كنعرفو وغنعاودها ان ليكسبونونسييل اكس دائما يكون موجبا قطعا، ماشي اكس، لا ليكسبونونسييل ديالو. اذا دونك هنا غادي نضرب ليكسبونونسييل في ناقص 3، ركز معاه. ملي كنضربو طرفي المتفاوته هنا وهنا في عدد ليه هو سالب، الرمز غادي يتغير. اذا هذه هي اف بريم ليكس غتكون اصغر قطعا من الصفر، يعني الداله في هذه الحاله. ومن اف غتكون تناقصيه قطعا على اغ. اف ستريكتومون دي كروسونت سوغ اغ. دونك هنا في الجدول
غتكون عندي دالة تناقصية، يعني سام غادي يكون من الأعلى نحو الأسفل. وندوزو للمثال رقم أربعة. المثال رقم أربعة عندنا اف بريم لإكس كتساوي إكسبونونسيال إكس ناقص واحد، هاد المرة ماشي زايد واحد وإنما ناقص واحد، يعني ملي كيكون ما بين إكسبونونسيال واحد العدد إشارة سالبة، هنا كيكون عندنا جوج ديال لو سونس دو فاريسيون، جوج كتكون تزايدية في واحد المجال وتناقصية في واحد المجال، ولكن ملي كتكون زائد ما بين إكسبونونسيال واحد العدد كتكون تزايدية قطعا على بركة الله. دونك كيفاش غادي نبينو انها تزايديه على المجال صفر بلس لانفيني كيكون السؤال بحال هكا وتناقصيه على مجال اخر؟ غدير لدينا في هذا المجال هذا شنو عندي؟ في هذا المجال هذا عندنا ان اكس اكبر او يساوي هذا العدد اللي كاين هنا صفر، غادي ندخلو دابا ليكسبونونسييل، اذا غادخل دابا او على هذا وعلى هذا، وغتحسب اذا اكسبونونسييل اكس اكبر من اكسبونونسييل صفر اللي هي واحد، ثم غتنقص واحد من الطرفين من هنا ومن هنا، غتنقص واحد من طرفين، اذا هذا شنو هو؟ اكسبونونسييل اكس ناقص واحد هو اف بريم، واحد ناقص واحد اللي هي صفر، ومن اف دالة تزايدية على المجال صفر بلس لانفيني. عملية بسيطة، تأطير بسيط. دابا غادي نشوفو المجال الآخر، غيقول لك استنتج ان اف تناقصية على المجال ناقص ما لا نهاية صفر. نفس الطريقة لدينا إكس، هاد المرة بما أن عندي موالان فين يعني أصغر من صفر، إذا غادخل إكسبونونسيال للطرفين، إذا غتحسب إكسبونسيال صفر ياو، ثم تنقص واحد من الطرفين، غتنقص واحد من شنو غتعطيك هادي؟ هادي هي إف بريم ليكس أصغر من واحد ناقص واحد صفر، ومن إف تناقصية على المجال ناقص ما لا نهاية صفر، ناقص ما لا نهاية صفر، ونشوفو جدول التغيرات كي غادي يكون. دونك ها هو الجدول موان لانفيني بلوس لانفيني اكس اف اكس. علاش درنا موان لانفيني؟ انا خدامين في ليكسبونونسيال، ملي كنكونو خدامين في لالين كنديرو صفر هنا، مزيان. دونك هنا غادي نلقى بلي ان تزاد عندي واحد العدد اللي هو صفر، علاش؟ حيت هو اللي كيقسم ليا من موان لانفيني تال بلوس لانفيني قسمه ليا بالصفر. قالوا ليا اودي من صفر تال بلوس لانفيني راه عندك الدالة التزايدية، يعني من هنا من هنا حتى لهنا عندي الدالة التزايدية. شنو اخر؟ قال لك من موان لانفيني تال صفر عندي الدالة التناقصية. وهنا كنديرو الصورة ديال الصفر كنكونو حسبناها، وهنا كنديرو النهايات. دونك هذا فيما يتعلق بجدول التغيرات ديال هاد الدالة هادي. ندوزو دابا لمعادلات المماس. إذا معادلة المماس إيكواسيون دو لا طونجونت، هذا سؤال شائع بالنسبة ملي كتكون ملي كيكون تمني فيه دالة الدالة الأسية، هذا سؤال شائع جدا.
إذا شنو هي معادلة المماس؟ غالبا ما كيقول لك معادلة المماس عند النقطة التي أفصلها صفر. ركز معايا على هذا الصفر هذا مزيان. في الآلين كيقول لك عند النقطة ذات الأفصل واحد. إذا شنو هي العلاقة إيكغيك؟ هذه خاصية معادلة المماس كتكتب هكا، إف بريم مضروبة في إكس ناقص زائد إف. شنو كنديرو هنا في الوسط؟ كنديرو داك العدد اللي كيعطيك مثلا غالبا في الإكسبونونسيال كتكون صفر. المثال الأول، دونك المثال الأول عندنا إف إكس كتساوي إكسبونونسيال إكس زائد إكس ناقص خمسة، اللي إلا درنا ليها المشتقة، المشتقة ديال إكسبونونسيال هي هادي، المشتقة ديال إكس هي واحد، المشتقة ديال خمسة ما كايناش، دونك هادو غادي نحتاجوهم. علاش؟ لأن هادي غنحسبو بها الصورة ديال الصفر، يعني صفر غنعوضوه هنا وهنا باش نحسبوه نشوفوا العدد اللي غيعطينا. لدينا ناخذ المعادلة ديالنا نكتبوها من جديد باش نعقلوا عليها، هي إف بريم ديال صفر مضروبة في إكس ناقص صفر زائد إف ديال صفر. هنا غادي نحتاج نحسب هاد العددين، إف بريم ديال صفر شحال كيساوي؟ غنعوضوه هنا، هو إكسبونونسيال صفر زايد واحد، غتعطيني واحد زايد واحد كتساوي جوج. مشينا لهنا حيدنا إكس، درنا بلاصتو الصفر وحسبنا. غنمشيو دابا نحسبو إف ديال صفر هنا في اللولة، كتعطيني أش؟ إكسبونونسيال ديال صفر زائد صفر ناقص خمسة، غتعطيني هذا واحد ناقص خمسة غيعطيني ناقص أربعة. شنو درنا عاود؟ خدينا هاد العدد هذا حطيناه بلاصت إكس في هاد الأولانية. دابا ملي حسبنا هاد العددين، شنو غادي نديرو بهم؟ غنمشيو نحطوهم بلايصهم فقط. غدير إذن وغترجع لهنا غتقول إكغيك شنو هي إف بريم لي صفر؟ إف بريم لي صفر هي جوج، إكس ناقص صفر كتبقى هي إكس، زائد أشنو هي إف لي صفر؟ هي ناقص أربعة، إذا غتعطيك جوج إكس زائد مع ناقص هي ناقص أربعة. هذه هي معادلة المماس في المثال الأول. المثال الثاني، إف إكس كتساوي واحد زائد اثنان إكس بونونسيال إكس، المشتقة ديال هادي هي هادي، حيت واحد غادي يمشي لأن واحد بريم غتعطيني صفر وهذه كتبقى. لدينا نكتبوا العلاقة من جديد، إكغيك كيساوي إف بريم ديال صفر مضروبة في إكس ناقص صفر زائد إف ديال صفر. لدينا غنحسبوا دابا إف بريم ديال صفر هنا كتساوي جوج إكسبونونسيال ديال صفر، فقط غتحيد إكس غتعوضو بالصفر، غتعطيني إثنان في واحد اللي هي إثنان. غنديرو دابا إف لصفر، يعني غنمشيو للولانية وغادي نعوضو فيها بالصفر، واحد زائد جوج إكسبونونسيال صفر، إذا واحد زائد جوج كتساوي تلاتة. دابا غادي نعوضو كل حاجة بالقيمة ديالها هنا، إذن إكغيك كتساوي إف بريم ديال صفر شحال؟ هي جوج، إكس ناقص صفر هي إكس، زائد فينا زائد إف ديال صفر اللي هي تلاتة، إذن غتعطيني أش؟ جوج إكس زائد تلاتة. وندوز للمثال التالت والأخير. دونك المثال التالت والأخير، عند إف إكس كتساوي تلاتة إكسبونونسيال إكس ناقص جوج إكس زايد واحد، وإف بريم إكس كتساوي تلاتة إكسبونونسيال إكس ناقص جوج. علاش؟ لأن المشتقة ديال هادي كتبقى، المشتقة ديال ها ناقص المشتقة ديال جوج إكس هي جوج، واحد كتمشي. لدينا إكغيك كيساوي نفس الشيء، إف بريم ديال صفر مضروبة في إكس ناقص صفر زايد إف ديال صفر. علاقة بسيطة، غتمشي غتحسب الصورة ديال صفر هنا، يعني إف بريم ديال صفر
غتعطيني 3 اكسبونونسيال 0 ناقص 2. 3 في 1 3 ناقص 2 غتعطيني 1. و اف ديال 0 غنحسبها هنا، 3 اكسبونونسيال 0 ناقص 2 في 0 زائد 1، هذا غيعطيني 3، هذا مشى، 3 زائد 1 هي 4. إذن Y كيساوي، غنعوض F بريم ديال صفر هي 1 مضروبة في X ناقص صفر اللي هي X زائد F ديال صفر اللي هي 4، إذن غتعطيني X زائد 4. وبهذا نكون قد أنهينا الأسئلة المرتبطة بالدالة الأسية النيبيرية. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.